جدير بالذكر ان نذكر ان تكلفه الاعمار قد تتخطى 96 مليار دولار وتستغرق 10 سنوات. الحديث عن اعاده اعمار ربما يتكلم البعض عن سنه 2040 لاعاده اعمار غزه بكل ما حدث من تهديم للبنى التحتيه ودمار لكل مكان في غزه. بالتاكيد هو زي ما قلت حضرتك هو 96 مليار ده التقدير المبدئي و10 سنوات اقل وقت قد يعود في الحياه مره اخرى قطاع غزه. هذا ما حذرت منه السياسه المصريه منذ بدايه الازمه تحديدا ان ما تم على الارض وما يجري هي محاوله لتفريغ القضيه الفلسطينيه من مضمونها. صحيح. او معنى صح اخلاء الساحه للدوله الاسرائيليه لتعيش فسادا في منطقه قطاع غزه. الى اين يذهب سكان هذه المناطق بعد هدمها بهذا الشكل ان بقوا احياء؟ الى اين يذهبوا؟ خريطه النزوح الى اين يذهب هؤلاء السكان؟ هو اولا يعني لابد ان نحن نذكر ونوضح لماذا تم القاء المساعدات الجو عن طريق الجو والقوات الجويه المصريه شاركت بقوه في هذه العمليه وتم القاء المساعدات في مناطق وسط وشمال غزه لمحاوله النزوح العكسي لما تم تهجيرهم الى مناطق رفح المناطق المتاخمه حتى تعود مره اخرى الى وسط وشمال غزه في محاوله الى اعاده بناء حياه في المناطق اللي تم تدميرها. من المعروف ان منطقه غلاف غزه كانت محيطه بقطاع غزه التي كان بها باقل تقدير ثلث الاكتفاء الذاتي من المزروعات والانتاج الدجني الذي كان يغذي اسرائيل تم تدميره بالكامل في الهجمات العسكريه التي شنتها القوات الاسرائيليه على قطاع غزه. هذا التدمير اثر سلبا على الوضع الداخلي داخل اسرائيل وادى الى اندلاع العديد والعديد من المظاهرات منها مظاهرات طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بذاته وهي مظاهرات انت الراس انت المذنب. كل هذه الامور شكلت ضغط على الحكومه الاسرائيليه لانهاء الحرب من جانب باقي الدول المعنيه بالصراع حاولت بقدر الامكان انها تسعى الى نزوح عكسي لعوده المواطنين الغزاويين الى مناطق شمال ووسط غزه حتى يقلل الخسائر حال اقتحام رفح او دخول في مواجهات عسكريه داخل رفح وتقليل عدد الشهداء لان لم يجد امام السياسه الاسرائيليه الا دخول رفح والا لم يعد لديه اي سبب يؤكد فيه فشله في تحقيق الاهداف التي اعلنها الا بدخول رفح ومحاوله انقاذ ما تبقى من الرهائن. ونحن الان نتابع الموقف بكثب لعل وعسى ان يستمعوا لصوت العقل وتتوقف هذه الترسانه من تدمير الشعب الفلسطيني ومحاوله تفريغ القضيه من مضمونها. بكل تاكيد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده العقيد حاتم صابر الخبير العسكري شكرا جزيلا على وجودك معنا.